كل سنة حضراتكم جميعا طيبين وبخير. زي ما كنا بنتكلم في المقدمة، ده السوق الرئيسي، السوق النهاردة وسوق دوبل زي ما بنقول. كل سنة وانتم طيبين برضو. الأربع الجاي مفيش سوق، فالنهاردة الناس اللي جاي يبيع ويشتري، سواء كان زي ما بيقولوا أنية، يعني هياخد ويربي ويعيش معاه على حسب ما هيعيش معاه وربنا يرزقه برزقه، أو أنه بيشتري بيع وشراء وبيذبح. وحتى اللي بيجي يشتري هنا، يعني ممكن الفلاح والتاجر واللي جاي يشتري عشان العيد. نتعرف بقى على الناس اللي معانا. حاج رمزي، ازيك راجل طيب؟ الله يكرمك يا استاذ. الله يخليك يا استاذنا. الله يكرمك. الحمد لله رضا. ايه الفرق بقى ما بين النهارده وما بين سنتين ثلاثه؟ الجو هنا دلوقتي وحش، فيه وقود هادي. يعني انا لما كنت اجي هنا كان يبقى فيه مواشي قد دي مرتين ثلاثه، قد اللي موجود هنا مرتين ثلاثه. مرتين ثلاثه هو بيبقى فيه كام راس في اليوم؟ ممكن من 2000 ثلاثه 4000 5000 بالاصناف كلها. 5000 راس من كل الاصناف. كل الاصناف، جاموس على بقر على 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 نوتي على كل حاجه. كله بما في ذلك حتى الـ الـ الغنم، الغنم الخرفان والمعيز ممكن 5000 واكتر كمان. فالدنيا هاديه دلوقتي. الدنيا هاديه والجو نايم والناس كلها دي زعلانين، عشان اما الجو بيبقى غالي وماشي بيبقى فيه فلوس كتير تتحرك اكتر، بيبقى فيه فلوس كتير. انما اما الجو بيبقى هادي مفيش فلوس، فبي كله يجي يقعد في الخيم. كله يجي يقعد في الخيم. حظنا كويس عشان تتجمعوا معانا، عشان نتجمع معاكم. مم. ازيك يا حاج؟ اهلا. حاج حسن الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. انت بتربي، بتتاجر، بتعمل حكيم؟ بنربي وبنتاجر وبقى لنا فتره، بس زي ما حاج رمزي قال كده برضه بقى لنا اكتر من سنتين الدنيا تعبانه خالص. السنه دي الدنيا عامله اللي فاتت كانت كويسه، السنه دي اوحش. وكل مدى كل ما علمت ايه يعني ايه بقى فاهم؟ يعني اللي زي ما انت شايف كده، قال حاج رمزي اللي كان بيبقى هنا 3 4000 راس 5000 راس من كل من جميع الانواع. دلوقتي زي ما انت شايف كده ما فيه. ليه؟ الناس تعبانه والاكل غالي، المواد ده كله مش طب دلوقتي معلش انا بفكر فيه، انا راجل لا بتاجر ولا بشتري ولا بربي، تمام؟ بس انا بالنسبه للناس اللي في البيوت، هو بيتكلم على السعر. السعر مثلا النهارده قايم بكام؟ صاحي اللي هو ايه، الدكر ولا النتايه؟ قول لي انت. الدكر ب 50 جنيه و48 والنتايه ب 40 لحد 44 و45 والفحل الجاموس ب 38 و40. السنه اللي فاتت كان كام؟ كان اكتر من كده، السعر كان وصل 60. انت بتبص عليها تاجر وانا ببص عليها مستهلك. لا ماشي، المستهلك ما كله ارتاح. بس اللي تعبان المربي دلوقتي. المربي تعبان، تعب ما تعب بسبب الاكل غالي. مفيش جزء خالص، مفيش جزء خالص. من ناحيه ايه بقى؟ الاكل غالي والمربي تعبان. انت النهارده جايب كام راس تبيع او تشتري؟ انا كان مطلوب مني راسين اشتريناهم، بس 2 أو 3 اللي اشتريناهم. يعني انت النهارده اشتريت راسين؟ 3 للناس اصحابي، مش يعني للضحيه. بس اكتر لا مفيش شغل. بقول لك اكتر من سنه مفيش شغل خالص. الشغل خالص نايم. ازيك يا حاج؟ ازيك يا باشا؟ اخبارك ايه؟ الله يكرمك. كله 100 100؟ 100 الحمد لله. قول عرف الناس انت اسمك ايه؟ عرف ناس الحاج محمود فايق. ازيك يا حاج محمود؟ ازيك يا باشا؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. شغلك بقى في ايه؟ الشغل في الدكر وفي الوالده وفي جميع انواع المواشي. في الدكر وفي الوالده وفي كل انواع المواشي. يعني جميع انواع المواشي. شغل بقر ومسطر وشغل خرفان. كله على جنب. كله. احنا بقى السنه دي في تعب. كنا بنجيب الطن العلب ب 3000 من قيمه سنتين وبنبيع ب 60 جنيه. النهارده بناخده ب 4700 وبنبيع ب 50 وب 48 ومفيش. بعت النهارده ولا اشتريت؟ لا احنا بايعين النهارده. بايع النهارده. طيب الحمد لله. طب الحمد لله، ما احنا بايعين، بس بايعين بايه؟ بايع قد ايه؟ بايعين عجلين وفي عجول ثانيه بنبيعها، اللي هو بيتكلف ب 60 جنيه بنبيعه ب 48، الفلاح بيخسر.